دشنت وزارة الصحة مشروع تطوير وتنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة وبحضور الجهات المعنية بتنفيذ المشروع. هذا الفحص الذي كان يتم في مركز الرازي الصحي سيتم نقله إلى عدد من المستشفيات الخاصة اختصارا الوقت وتماشيا مع وتيرة التطور الاقتصادي المتسارعة في مملكة البحرين. تماشيا مع متطلبات سوق العمل في المراحل القادمة وترسيخا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، دشنت وزارة الصحة اليوم مشروع تطوير وتنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة، حيث تم نقل إجراء الفحص الطبي للعمال الوافدين إلى القطاع الخاص بهدف الإسهام في تسريع مواعيد إجراء الفحص الطبي للعمالة. احنا طبعا اليوم الحمد لله استطعنا ان ندشن هذا المشروع حسب الموعد المحدد لنا من قبل مجلس الوزراء الموقر في هذا التاريخ، وبدات التجربه من قبل اسبوع، وكان هناك يعني اعداد من الوافدين الاجانب بدا التطبيق لهم، وكانت اعداد كبيره والحمد لله مشت الامور على احسن ما يرام. طبعا هذا المشروع هو مشروع استراتيجي وشاركت فيه الجهات الاربع، الحكومه الالكترونيه وهيئه تنظيم سوق العمل وايضا هيئه تنظيم المهن والخدمات الصحيه مع وزاره الصحه، وعمل كفريق واحد لفترة معينة بحيث أنهم استطاعوا أن يكون في نوع من التكامل في العمل. هذا المشروع له نظرة مستقبلية، وبالتأكيد احنا راح نكون بتقييم ومراقبة الفحوصات. الهدف الأساسي أولا تسهيل الإجراءات، لأن البحرين مقبلة على اقتصاد جديد واقتصاد شامل واستثمارات كثيرة، مما يتطلب وجود عمالة أجنبية في مملكة البحرين. في هذا الجانب يحتاج أن احنا نطمئن من وجود أي عامل أن لا تكون هناك أي أمراض معدية، ونحافظ على المستوى الصحي في مملكة البحرين. هذا المشروع يأتي لاستكمال المنظومة التي تعنى باستقبال ووجود العمالة الوافدة في البحرين. في السابق كان الفحص الطبي يكون في مركز الرازي الصحي في منطقة النعيم في المنامة. مركز الرازي الصحي قام بهذه المهمة لسنوات طويلة على أكمل وجه، ولكن التوسع الاقتصادي وزيادة عدد الطلبات والوافدين إلى البحرين أدى إلى تأخر المواعيد لفترات طويلة جدا تصل إلى شهور في بعض الأحيان. هذا الأمر طبعا يشكل نوع من أنواع الضغط على الإمكانية اللي موجودة لعمليات الفحص الطبي، وفيه خطورة على المجتمع، وذلك لوجود عمالة وافدة لم تقم بالفحص الطبي وقد تكون مصابة بأمراض معدية أو أمراض فيها ضرر على المجتمع. هذا المشروع والذي تم تدشينه اليوم يعد إنجازا صحيا ووقائيا يضاف إلى رصيد الإنجازات لمملكة البحرين، وخطوة متميزة لرفع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات الأمراض المعدية وضمان أقصى السبل الممكنة لمكافحتها. طبعا مشروع خصخصة فحص العمالة الوافدة وتوجيهها إلى القطاع الخاص لعمل هذا الفحص يعد إنجاز حقيقي، ويمثل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. المشروع سيساهم في توفير مواعيد بشكل أكبر وبشكل أسرع، وكذلك التقارير توصل بشكل أسرع. إحنا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يتركز دورنا في التأكد من أن المؤسسات الصحية الخاصة التي ترغب في تقديم هذه الخدمة وتتقدم لطلب تصريح من الهيئة أنها هي مستوفية للاشتراطات واللوائح اللي صدرت في ملحق 21 من قرار 15، وهو نتأكد من جاهزيتها وأن هناك من الأشخاص من ذو كفاءة على القيام بهذا الفحص، أن التحاليل تكون المختبرية سهولة إجراءها وعملها، وأن المختبرات هاي تكون معتمدة حساس نعتمد النتائج، الأشعة يكون الأشعة الموجودة فيها على المستوى المطلوب لإجراء الفحص، وكذلك طبعا الأمور الأخرى الهندسية
السياسية والفنية، مثل أهمية أخذ البصمات والتأكد من تحويل النتائج إلى وزارة الصحة. طبعا هذا يأتي استجابة لمخرجات الملتقى الحكومي اللي حصل مؤخرا بتحويل دور الحكومة من مقدم للخدمات إلى منظم لها ويضع الاشتراطات، وأيضا الشراكة مع القطاع الخاص ضمن طبعا أهداف البرنامج الحكومي والرؤية الاقتصادية 2030، تبسيط الإجراءات، تقليل التكلفة على الحكومة، رفع الفعالية، وأيضا يعني القطاع الخاص بإمكان أنه هو سرعة الاستفادة من العامل بعد الانتهاء من كل إجراءاته في خلال فترة قياسية. الحمد لله من خلال طبعا إعادة هندسة الإجراءات تم تقليص هذه المدة إلى أقل مدة ممكنة، تقليل التكلفة على الحكومة بشكل كبير جدا، وتأخذ الحكومة دورها بحيث أنها تستطيع أن تضبط دقة وجودة الخدمة المقدمة من القطاع الخاص. التطور الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين كان بحاجة إلى هذه الخطوة، والتي خصت العمالة الوافدة واستثنت منها خدم المنازل ومن في حكمهم لتؤكد حرصها على توفير البيئة الصحية المثلى في سوق العمل. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.